السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع المفيد في الرياضيات المستوى الخامس ابتدائي الصفحة 56. دونك دائما مع المحيط والمساحة ديال المثلث المعين المربع المستطيل. ندو مع تحت التمرين 2 من بعد ما تكونوا درتوا محاولة. من طبيعة الحال استعينوا بالمعطيات المناسبة لحساب مساحة كل من الشكلين. دونك هنايا تكونوا حافظين القاعدة، يعني باش تطبقوا هادشي هذا ضروري من حفظ القاعدة. إذا التمرين 2، إذا نبدأ بمساحة المستطيل. مساحة المستطيل، مساحة المستطيل كتقول لي طول في العرض. إذا هنايا غنقلبوا على الطول، هو أبي هو 8، يعني هنا 8 سنتيمتر، والعرض هو ادي ولا بي سي. ادي و بي سي 5، دونك 5 8 في 5 40 سنتيمتر في سنتيمتر كيعطيني سنتيمتر اس 2 مربع. جيد، نمشيو دابا للمساحات المعين. مساحة المعين القاعدة شنو كتقول؟ كتقول لي القطر الكبير في القطر الصغير واقسم على 2. اذا القطر الكبير هو بي دي هو 10، والقطر الصغير هو ا سي هو 6. دونك 10 في 6 قسمة 2. اذا 10 في 6 هي 60 قسمة 2. 60 مقسوم على 2 هي 30. لا داعي للعملية. جيد، نمشيو دابا ليكزارسيس 3. Donc, j'effectue tous les calculs nécessaires et j'entoure le polygone qui a la plus petite surface. Donc, j'effectue tous les calculs. نحسب الحسابات الضرورية ونحدد المضلع ولا الربع المضلع اللي عنده أصغر مساحة. ما معنى هذا؟ معنى نحسبوا المساحة ونقلبوا على اللي شكون عنده أصغر مساحة. دونك هنايا جو كومونس باغ لو لوزونج. دونك الا جينا نكتبو لوزونج بلا شي، عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 بعد المقارنة. دونك لوزونج دونك هنايا المساحة هي القطر الكبير في القطر الصغير قسمة 2. اذا القطر الكبير هو هذا 22، القطر الصغير هو هذا، هو هذا 10 قسمة 2. دونك 22 في 10 غنزيد غير الصفر 220. 220 الا قسمتها على 2 220 هي 110. مزيان، شوفوا دابا لو ريكتانجل يعني المستطيل، هذا لوزونج معين. دابا ريكتانجل المساحة هي الطول في العرض. دونك الطول 20 في العرض 10، اذا هي 200. مزيان، نمشيو دابا للكاري. المساحه ديال المربع كتقول لي الضلع في الضلع، يعني خصكم تكون حافظين القواعد. 15 في 15، دونك هنا 15 15. دونك 5 في 5 25، 5 في 1 5 والاحتفاظ 7. 1 في 15 هي 15. دونك 5 7 و 5 12 2 225 سنتيمتر مربع. نمشيو دابا للتريانجل المثلث. دونك المساحة ديال المثلث كتقول لي هي القاعدة في الارتفاع قسمة 2. زاوية قائمة هي هادي، معنى أنها قاعدة وهذا ارتفاع. دونك 18 في 10 قسمة 2. دونك 18 في 10 غنزيدها الصفر 180. 180 إلا قسمتها على 2 هي 90. هنا غنديرو المقارنة الترتيب
دونك عندي 110 200 225 90 دونك لو تريونغل 90 دونك هنا عندي 90 سنتيمتر مورا او كاري صغر من 110 صغر من 200 صغر من 225 دونك هنا البوليغون كيا لا بلو بوتيت سيرفاس اي قلنا 90 هو لو تريونغل جون هو لو تريونغل تري بيان. مانتنون هو اللي عنده اصغر مساحه. نمشيو للتمرين 4. دونك يعطي هذا الحقل 36 قنطار من القمح في الهكتار الواحد. دونك كل هكتار كيعطيني 36 قنطار. هنا التحويل 1 هكتار هو 10000 متر مربع في الجدول. كم قنطار يعطي في السنه؟ اذا 36 قنطار في الهكتار. غنحسبوا حنا شحال من هكتار عندنا هنايا ونضربوه في 36 لان كل هكتار كيعطيني 36. دونك هنايا غنحسبوا المساحه. مساحه الحقل بالهكتار. اذا بما انه مستطيل طول في العرض يعني 275 في 184. دونك نديرو العملية. ربعة في خمسة عشرين، ربعة في سبعة ثمانية وعشرين وجوج ثلاثين، ربعة في واحد في جوج ثمانية وثلاثة حداش، ثمانية في خمسة أربعين، ثمانية في سبعة ستة وخمسين ستين، ثمانية في جوج ستاش اثنين وعشرين، واحد في خمسة في سبعة في اثنان. دونك صفر صفر خمسة زائد واحد ستة، سبعة تسعود عشرة، جوج ربعة خمسة. إذا 50000 و600 احنا ضربنا المتر في المتر. لاحظوا ضربنا المتر في المتر. إذا متر مربع خصنا نحولوها الهكتار. دونك عندي الكيلومتر مربع. احنا كاع باش نعتمدوا على هذه هكتومتر مربع، ديكامتر مربع، متر مربع. هذوك بلا ما نحتاجهمش الاجزاء. هنا عندي الهكتار الار سنتي ار. اذا صفر في المتر مربع. اذا 50600 متر مربع. شحال فيها من هكتار؟ ها هو الهكتار. دونك 5.06 هادو غير زايدين. دونك 5.06 هكتار. مزيان. دابا كم قنطار يعطي؟ اذا كتلة القمح بالقنطار. اذا عندي 5.06 هكتار. كل هكتار تعطيني 36. دونك العملية 5.06 في 36. دونك 6 في 6 36، 6 في 0 0 والاحتفاظ 6 في 5 30، 3 في 6 18، 3 في 0 0 والاحتفاظ 3 في 5 15. دونك 6 11 واحد واحد اثنان ثمانية واحد. عندي واحد اثنان واحد اثنان. دونك 182.16 قنطار. جيد. نمشيو دابا للتمرين 5. دونك انجزوا نشاطين في الدفتر. احسب قياس مساحة المضلع ا بي سي دي بطريقتين مختلفتين. دونك نحسبوا مساحة هنا. هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ا بي سي دي عبارة عن معين. دونك التمرين
5. إذا مساحة المظلة ABCD. إذا الطريقة الأولى، الطريقة الأولى هو نديرو القطر الكبير في القطر الصغير، يعني قسمة 2، القطر الكبير في القطر الصغير قسمة 2. إذا القطر الكبير هو هذا، إذا لاحظوا هنا كاين 20، هنا نفس العلامة، نفس العلامة. إذا انت هنا 20، انت هنا 20، إذا كامل هنا 20، هنا 20، إذا كامل هو 40، والقطر الصغير هذا هو 20 قسمة 2. دونك 4 في 2 8، وأضيف الصفرين قسمة 2. 800 قسمتي على 2 صدق 400. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، نحسبوا المثلث هذا الغوز هذا بوحدو والفيغ هذا بوحدو ونجمعوهم. دونك مساحة المثلث ABD إذا هي القاعدة في الارتفاع قسمة 2. إذا القاعدة هي BD هي 20، الارتفاع هو 20 ونقسمو على 2. دونك جوج جوج 4 ونزيدو الصفرين قسمة 2. 40 نقسم على جوج هي 200. دابا مساحة المثلث BCD تا هي نفس الشيء، قاعدة في الارتفاع قسمة 2، تا هو نفس الشيء. دونك القاعدة هي BD هي 20 والارتفاع هو 20 قسمة 2. دونك جوج جوج 4 ونقسمو على 2. 400 نقسم على 200. دابا مساحة المعين أو المضلع ABCD هو نجمعو المثلث الأول لقينا فيه 200 والثاني 200، دونك 200 زائد 200 هي 400 سنتيمتر مربع. ونفس الجواب لقينا في الطريقة الأولى 400 سنتيمتر مربع، بالطريقة الأولى 400 سنتيمتر مربع بالطريقة الثانية. تخي بيان، نمشيو دابا للبي. دونك جو كالكول لا سيرفاس كونساكري ا شاك ريكولت، ساشون كو لا هوتور دو لا بارتي روز اي 80 متر. دونك هنا الارتفاع، انا جو كالكول نحسب المساحة المخصصة لكل زراعة، ساشون كو لا هوتور دو لا بارتي روز، الارتفاع ديال هاد لا بارتي روز، هادي الارتفاع هذا هو 80. اذا نبداو بالكاروت. دونك لا سيرفاس كونساكري او كاروت، نبداو بالخضر. المساحة المخصصة للجزر، دونك اس ايتيغالا. دونك هنا الفيغ هو هذا، دونك عندي مثلث يعني القاعدة في الارتفاع ديفيزي باغ دو، لا باز فوا لا هوتور ديفيزي باغ دو. هنا لا باز، هنا عندي 80 نفس العلامة، إذا انت هنا 80، إذا 80 و 80 هي 160. لاوتور هو هذا، اذا هو النصف ديال 50، او عفوا ماشي النصف ديال 50، هنا 50 حتى هنا 50. دونك هنا 50 هذه 50 حتى هذه 50، اذا هذا 50. اذا 160 في 50،
خلو الصفرين تا الاخر، دونك 5 × 6 = 30، 5 × 1 = 5 و 3 = 8، ونزيدو الصفرين، دونك 8000 ديفيزي باغ دو، 8000 ديفيزي باغ دو هي 4000 سنتيمتر او كاري. تخي بيان، نمشيو دابا لا سيرفاس. صافي نفس الجملة غتعاود، نمشيو دابا للفخيز. دونك الفخيز هو هاد الغوز، يعني تا هو تريونجل، تا هو نديرو لا باز فوا لا هوتور، القاعدة في الارتفاع ديفيزي باغ دو. دونك هنايا القاعدة ديالو 50 و50 هي 100، و لا هوتور هو 80 ديفيزي باغ دو. دونك هنايا 8 × 1 = 8، et j'ajoute les 3 0 divisé par 2. Donc 8 divisé par 2, tu me dis que j'ai 4. Et j'ajoute les 3 0. Très bien, monsieur Double Tomate. Donc, c'est un triangle, c'est-à-dire la base fois la hauteur divisé par 2. قاعدة في الارتفاع مقسوم على جوج. القاعدة والارتفاع قلنا كنعرفوهم بلونجل دغوا، بالزاوية القائمة. دونك ها لونجل دغوا، إذا وهذا وهذا، واحد فيهم قاعدة وواحد ارتفاع. ناخدو هذا قاعدة 80 و 80، دونك 160، ولاوتوغ هو هذا يعني 100، راه 50 و 50، إذا هذا راه 100 ديفيزي باغ 2. Donc on a 16 fois 1 il y a 16 et j'ajoute 3 0 divisé par 2. 16 divisé par 2 il y a 8, 16 fois 1 il y a 8 et j'ajoute les 3 0. Donc là il y a 8000. Et donc هذا 8000 و هذا 4000. وفعلا راه هذا الصفر هذا النصف ديال هذا المجموع ديال هذو بجوج. دونك جواب صحيح، او عفوا الدوبل ديالهم بجوج، لان هو واخد كل واخد نصف المستطيل، هما بجوجهم تجمعوا في النصف الاخر. تري بيان، دونك هكا تنكونوا كملنا الصفحه 56 من المفيد في الرياضيات المستوى الخامس ابتدائي. ما تنساوش لايك للفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.